جرالك حاجة؟ ادي كده قلبك عليا وانا ليا مين؟ ليلى. ليلى النهارده بس حسيت انك الوحيد اللي ممكن يشدني للدنيا. اوعديني انك هتكوني ليا طول العمر. اوعديني. هي اللحظات اللي قضيتها معايا اكيد بتكذب عليها كمان دلوقتي. انا مش عايز اخدعك ومش مع حد غريب. اخويا بس ارجوك ما تسالنيش هو مين لاني مش هقول. زمانها بتفهمه هو كمان انه روحها وحياتها. انا ملكه بروحي وهفضل ملكه. زمانها بتديله نفسها وانا اللي عمري ما تخيلت ان حد هيلمسها غيري. انا دلوقتي مراتك قدام الناس والباب مقفول علينا. تقدر تاخد اللي انت عايزه لكن انا ما عنديش الا ديولك اني بحبه. انت بتحبها؟ مش حد يقدر يحب واحده خاينه. دي مخدة العروسة ودي مخدة العريس. انت تنامي مطرح العروسة وانا مطرح العريس. تعالي يا عروسة تعالي. فيلم ليل ورغبة فيلم للكبار فقط لكثرة المشاهد الخارجة والغير أخلاقية فيه. وبتدور الأحداث على حسين اللي عنده مصنع للنسيج وعنده ابنين بس مش أشقاء ودايما بيفرق بينهم في المعاملة. الأول اسمه شوقي وده الابن المفضل لحسين، بيحبه وبيطبطب عليه وبيحن عليه دايما وساعده يكمل تعليمه وبعد كده بقى مهندس وكمان كتب مصنع الغزل والنسيج باسمه. الابن التاني اسمه يسري، بيعامله حسين بقسوة شديدة وكمان ما سابوش يكمل تعليمه زي اخوه شوقي وكمان بقى يشيله الاعمال التقيلة داخل المصنع. وبلغت القسوة اللي بيعملها حسين لابن يسري اقصاها لما قرر حسين تزويج ليلى بنت المساعد بتاعه لابنه شوقي ودي البنت اللي بيربطها علاقة حب بابنه يسري. بتتولى الاحداث في اطار درامي رومانسي. الفيلم انتاج سنة 1977. الفيلم من بطولة حسين فهمي وميرفت امين وحسين الشربيني وصلاح منصور ونجوى فؤاد.